ثواني سي سادتي. اولا وقبل كل شيء مرحبا بكم، ثانيا ما تظنوش اللي دخلت لهنا بسهوله، الضوء الاحمر في كل الطرقان. ورغم ذلك انتصرت مثلما انتصرت الجزائر والمسرح على الارهاب الاعمى. نقدم نفسي لاسمه وش مهم بحيث اشياء كثيره ضيعت اسمها. لا يا سيدي، اسمك لم ولن يضيع، اسمك مهم وفخم جدا، اسمك عز الدين مجوبي، اسم يزن الجبال في المسرح والفن الجزائري. على خاطر باش تسحر الناس سهل، الصعوبة في النوع. نعم كنت ساحرا على الركح، سحرت عيون الناس وكسبت قلوبهم إلى الأبد. أنا ما تقولش شهادة، قولي شهاد دو. والتاريخ يشهد بأنك اجتهدت كثيرا ليبقى المسرح على قيد الحياة في زمن الموت لما كنت مديرا للمسرح الوطني. القهوة يا هذا هو في عود الشعب اللي يروح للمسرح، المسرح هو اللي يروح للشعب. احنا فيف المسرح الشعبي. عمي العابد كتاب كبير في قرية، قرية الفني. شاف اللي زاد فيها وشاف شاف اللي عليها مات. حياتك كانت كلها فنا بين المسرح والسينما، ستعود هذا الأسبوع مع الشهداء في ذكرى اغتيالك 25. لم تمت بل أنت بيننا، صوتك الجهوري لا يزال صداه يرن في كل مسارح الوطن. نوارة والفن الرابع بعدك يعانون اليتم، ولكن حافلة الحياة والأمل تسير لأن الشهيد يموت ليحيى الفن والوطن. وأنا ثاني عندي زهر كبير. تعرفي زهرنا وين جميلة؟ ازواجنا والبلاد حرة تحكم في نفسها. البراني راح وقاموا للدار الحقاني، وقدموا الوقت باش يبني ويعلي ويسقم. كل شيء جديد جميلة، الابواب مفتوحة على مستقبل راني نشوف فيه. الخدام مكانه يعلى ويزيد، والإنسان في تفكيره وأعماله إنسان. نبنيه دار وهذا مسموح، ونعمروها ألوان.